من كثرت ما دار علاقات مع العيالات، الأسطورة بيلي ما بقاش قادر يعرف شحال من ولد الحرام عنده، ولكن كيفاش غيقدر يبعد من العيالات والتحلوين ديالهم والبرازيل كاملة كتحمق عليه؟ العيالات باغين يتصاحبوا معاه، الرجال ما كرهوش يكون صاحبهم ولا خوهم، وكون كانوا قوس قزح في ذاك الوقت كيزعموا يهضروا كون حتى هما طمعوا فيه. أما الوالدين كلهم تمنوا يكون عندهم ولد بحال بيلي، إوا العيالات في هذه الحالة ضروري ما ياخذوا حقهم منه ويحلموا بعلاقة معاه. فاش كتوصل للقمة وكيوليو الناس يعبدوك والبنات مستعدين يضحيو بكرامتهم في سبيل يدوزوا ليلة العمر معاك، ضروري ما تخضع للنزوات والشهوات الجنسيه ولو تكون ضد الفكره في الاول. وهذا الشيء بالضبط اللي وقع لاسطوره البرازيل بيلي اللي تمادى لابعد الحدود في الغرور ديالو لدرجه انه نعس مع قاصر وبالرضا ديال والديها. ولكن قبل ما نوصلوا لكيفاش الشهره خلات بيلي يتغر، كيخصنا ضروري نهضروا على شحال من حاجه اخرى قبل ما نبداو. الا عجبك الفيديو ما تنساش دير فالو للباج وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. بيلي في قمه الشهره ديالو كان كيملك اي حاجه كيحلم بها، ولكن الحلم الوحيد اللي بقى ليه يحققه هو يكون اسره، والوحيد اللي فكر انه يتزوج بها هي روز مراتو الاولى. كان كيحمق عليها لدرجه قال لباها نمسح لك الصباط غير باش يوافق يزوجها لي، حيت كان خايف للشهره ديالو ما توقفش معاه. ومن هانيت باش يبين لباها باللي هو انسان عادي وما كينساش منين جا، حيت عارفين بلي بيلي بحال اغلبيه اللعابه جاو من احياء فقيره، وبيلي باش يعاون راسو ووالديه كان كيخرج يمسح الصبابط. باين روز ما تردتش في انه يوافق على هذا الزواج اللي البرازيل كامله غتفرح به. وبالفعل تحقق الحلم وتزوج بيلي وروز في حفل خيالي كلشي حضر ليه. كان كيبان بلي غيعيش السعاده مع مرته الجديده، ولكن ايام قليله بعد الزواج بداو كيبانوا المشاكل بسبب جدول الاعمال العامر واللي ما كيساليش ديال بيلي، حيت هو ما كانش غير لاعب عادي وصافي وانما مؤسسه وطنيه على قدها. بيلي هو الشخص اللي خلى العالم يعرف بلي راه كاينه دوله سميتها البرازيل، حيت في الربعينات كان العالم باقي منعزل نوعا ما والناس ما كانوش كيعرفوا البرازيل بزاف، ولكن بسبب الموهبه الكرويه الخياليه ديالو الشعب قدر يسترجع الفرحه والثقه في البلاد، حيت اخيرا الدوله بدات كتشهر عالميا. فكنتي فاش كتبغي تسول شي برازيلي من اين دوله انت، كيقولك انا من الدوله ديال بيلي وصافي، انت كتعرفو راه برازيلي. هادشي خلى كاع الشركات البرازيليه والعالميه تبغي تتعاقد معاه باش يدير لهم الاشهارات، ويكفي دير صورته في اي اعلان كيف ما كان باش المنتج ينجح ويتباع في كاع الماركت. وبالتالي هادشي كان كياخذ ليه الوقت اكثر من التمارين والماتشات ديال الكره، حيت التليفونات ديالو ما كانوش كيحبسوا من التعيط والعروض. حتى هنا ماشي مشكل، السيد خدام على راسو كيجمع العاقه وكيشرف في البلاد، ولكن فهاد الصداع كامل مراتو كانت كتحس بالوحدانيه، حيت كان كيخصو كل شويه يسافر ومره مره كيجي يطلع عليها هي والدراري. عيات ما تصبر، لربما مع الوقت يتقاد ليه البروغرام ويقدر يرجع ويبقى قريب من العائله. ولكن هذا الحلم ما كانش ممكن يتحقق. ولكن قبل ما نفهموا علاش خاصنا نرجعوا واحد عامين اللور قبل ما بيلي يتزوج بروز. في 1964 وقع انقلاب عسكري في البرازيل بمساعده من الولايات المتحده باش يطيحوا بالرئيس القديم ويديروا بلاصتو رئيس ديكتاتوري جديد اللي هو ميديسي، وهذا الشيء خلى الشعب يثور على النظام القمعي الجديد اللي عنده هدف واحد وهو يقضي على الديمقراطيه. وفي نفس الوقت ميريكان كانت خايفه على البرازيل تاثر بالشيوعيه السوفيتيه، وقالت مع راسها اللهم نديرها انا الاولى، ولكن هذا كان مجرد عذر ما عنده حتى معنى. الناس خرجوا في احتجاجات ونط قرباله في الشوارع البرازيليه، والعسكر خرج وبدا كيضرب في بنادم ويعتقلوا، وبزاف ديال المناضلين غبروا لحد الان بلا ما يقدموا حتى تفسير لعائلات الضحايا. في هذا الوقت اللي نايض هذا الصداع هذا، بيلي راه كان واصل للقمه ديال الشهره، والدوله كانت عارفه مزيان القيمه ديالو، وداك الشيء علاش قرروا انهم يدخلوه معاهم في اللعبه ديال السياسه باش يبردوا الشعب واحد شويه. وتما الرئيس غيقرر يبدا يحضر لجميع الماتشات، وضروري ما بيلي يربح باش الناس تنسى الفضيح اللي كيدير خونا في بنادم. وحتى بيلي ما حاولش يعترض حيت ما كانش عنده مشكل مع حد الدوله كتعامل معاه مزيان. دار انميكا على الاعتقالات وانتهاكات حقوق الانسان، حيت اصلا داك الشيء ما كانش عنده باش ياثر عليه او لا على المسيره ديالو، وهذا الشيء عرضوا بزاف ديال الانتقادات من طرف واحد الفئه اللي بدات كتنتقدو حيت ما وقفش مع الشعب وما عبرش على التضامن ديالو معاهم. واخا هو كان غير كيحضر في اللقاءات السياسيه بدون ما يعبر على الدعم ديالو للنظام الديكتاتوري. هنا الناس بدات كتقارنوا مع محمد علي اللي حتى هو كان في قمه الشهره في ديك الوقت، ولكن واخا هكاك كانت عنده مبادئ وكان كيعبر على الراي ديالو. ولكن كاين سبب اخر علاش بيلي عمرو هضر في شي حاجه عندها علاقه بالصداع اللي نايض، حيت عارف راسو مزيان انه هو ماشي محمد علي اللي في ميريكان وما كاينش اللي غيقيسو. القوانين ديال اللعبه كتختلف في البرازيل، واي تفنفينة من عنده يقدروا يغبروه بلا ما يتسوقوا المكانه ديالو. ولكن هادشي ما شكلش ليه شي مشكل كبير، حيت فين ما الشعب كيبغي ينتقد بيلي كينوض كيربح شي ماتش واعر وكلشي كينسى، وخصوصا فاش ربح كاس العالم ديال 1970 ضد الطاليان. ولو كان ما ربحش كان ممكن الوضعيه في ديك الوقت تزيد تأزم في البرازيل. على
كائن. هاد الالتزامات السياسيه زيد عليها الاعمال اللي كيدير ما خلاتش ليه فين حك راسو، فما بالو كيلقى الوقت فين يجلس في الدار مع مرتو وولادو. هاد الشيء خلى الزواج يبدا ينهار شويه بشويه، وفي الوقت اللي كان كيحقق الانجازات بشكل خيالي علاقته الشخصيه والعائليه بدات كتدمر. واخيرا مراتو طلبت الطلاق من بعد زواج فاشل دام لمده 16 عام. ما جاب بالي فين يتاثر من الطلاق ويبقى فيه الحال، حتى عينيه على واحد عارضه الازياء اللي كانت من ضمن اربعه العارضات اللي صوروا معاه واحد الاعلان. بالي عجبته بزاف كسوكسه وفحال اي واحد قصدها باش تصاحب معاه، ولكن هي رفضت بحكم انه في عمره 40 عام وهي يلاه باقي في عمرها 17 عام، وتما فين غيقرر يمشي عند والديها ويطلب منهم يقنعوها باش تصاحب معاه. وبالفعل كسوكسه قبلت تدخل معاه في علاقه، وقبل ما توصل 18 عام كانوا كيتبادلوا القبولات بين ما توصل للسن القانوني ويدوزوا لحاجه اخرى. مع الوقت كسوكسه لقات راسها كتبغيه، واخا قدرت توصل للشهره الا انها كانت باغا تستقر معاه ودير الاولاد، ولكن هو رفض تماما بحكم انه يلاه خرج من علاقه اللي دامت 3 سنوات وميمكنش ليه يعاود يدخل في شي حاجه جديه وهو باقي ما مستعدش. كسوكسه كان عندها راي اخر علاش هو رفض يتزوج بها، وقالت انه كان بليب العيالات وكان كيخونها مع بزاف ديال البنات، وهي كاينه معاه في نفس البلاصه وما جايبه الدنيا خبار، وديما فاش كيخرجوا لشي بلاصه غير كتغفل عليه كيغبر ويرجع كله مطراسب العكر ديال البنات، لدرجه انه جاها نيشان وقال لها ما عندي ما ندير لك، راه كلشي باغي ياخذ حقه من بيلي. ومن بعد تقريبا 7 سنين ديال المصاحبه قرر انه يتفارق معاها، وهي خرجت كتهمه قدام كلشي باللي هو خائن وزير نساء، ولكن هو قال انه من الاول اتفق معها انه تكون علاقه مفتوحه وكل واحد يدير اللي يبغى، واعترف انه بصح نعس مع بزاف ديال العيالات لدرجه ما بقاش عارف شحال من ولد عنده. والصدمه انه من بين العيالات اللي نعس معاهم الخدامه ديالهم فاش كان باقي مزوج، وفاش قالت ليه باللي راه هي حامله قلب الوجه وما عقلش عليها، عيات ما طلع وتهبط في المحاكم باش على الاقل البنت تاخذ كنيه ديال باها. واخا لدائن تبت باللي هي بنته هو رفض تماما انه يعترف بها، ولكن المحكمه من بعد 5 سنين ديال الجره وافقت تعطي الكنيه ديالو للبنت بزز منه، وحياته كامله بقى شاد في هدرته. ولكن المفاجاه فاش ماتوا جا ولادو يقسموا الورث كلشي غيتصدم فاش غيلقاوه كاتب السميه ديال بنته اللي عمرو جبد حتى سميتها. واخا هو عنده 5 ديال الدراري، 3 من الزواج الاول وجوج من الزواج الثاني، الا ان اللي معروفين لحد الساعه هما 7 في المجموع، من بينهم جوج اللي عرفهم تولدوا نتيجه علاقه غير شرعيه، وحده بنت الخدامه اللي يلاه قلنا، وبنت خرى من المذيعه حتى هي دار معها علاقه فاش كان باقي مزوج. وفحال ديما الا كان عندكم اقتراحات المواضيع تبغوني نهضر عليها يمكن لكم تشاركوها معايا في اي وقت، اما في التعليق او لا في الخاص.